طبعا اليوم الزيارة جاءت عن طريق هذه المبادرة، حضرها كل من السيد نجرفان بارزاني وأيضا السيد محمد الحلبوسي وخميس الخنجر عند منزل السيد مقتدى الصدر في الحنانة. بعدها مباشرة غرد السيد الصدر بإصراره على موقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأيضا حذر من العنف، وايضا قال كفى للارهاب والعنف سواء كان على يعني على صعيد الشركاء او على صعيد الشعب العراقي. يبدو ان السيد مقتدى لا زال يصر على موقفه باقصاء احد اطراف الاطار التنسيقي، وخصوصا احنا نقترب من الجلسه البرلمانيه الثانيه التي من المقرر ان تعقد بعد ايام. الى الان يبدو أن الإصرار لا زال موجود لدى السيد مقتدى، وأيضا هناك ستكون أيضا زيارة مرتقبة للسيد العامري من جديد إلى النجف حسب ما أعلنوا عنها مسبقا. طبعا الإطار التنسيقي يستبعد قرار الذهاب إلى المعارضة، بينما من خلال تغريدة السيد الصدر قال نرحب بالحوار من خلال المعارضة الوطنية بالبداية. نعم، بالبداية كان يعني وصولهم عن طريق مطار النجف، بعدها استقبلهم محافظ النجف المقرب من التيار الصدري ماجد الوائلي، ومن بعدها توجهوا إلى الحنانة لزيارة السيد مقتدى الصدر. بعدها أيضا ذهبوا إلى مرقد الإمام علي لزيارته، ولا زالوا في مرقد الإمام علي إلى الآن. يعني يبدو أنه الترحيب يعني قائم على قدم وساق من قبل النجف بهذه الخطوة وهذه المبادرة التي أطلقها السيد مسعود بارزاني.